ننزل بقى مقادير بابا غنوج، تعالوا نعمل بابا غنوج عشان اللي بيحب حاجه جنب سلق الكفته دي ممكن عايز ياكلها مش جنب مكرونه، عايز ياكلها في ساندوتش مع البابا غنوج مثلا وجنبها شويه سلطه خضراء ماشي. تعالوا نجرب كده. هنقول البابا غنوج عندي بتنجان، بتنجان رومي. البتنجان الرومي ده انا بشويه في الفرن وهقول لكم عملت كده ازاي. بصل مشوي وتوم مشوي، بقدونس مفروم، نص كوبايه من الطحينه، وعندي ملح وفلفل اسود، شطه، عصير ليمون، كمون، ملح، معلقه كبيره من الخل، وزيت زيتون. وصفته لطيفه جدا. انا لو عندي شويه بتنجان باقيين عندي وانا عايزه استخدمهم احطهم على طول استخدم بيهم بابا غنوج، بس اهم حاجه يكون سليم. طيب البصل المشوي انا عملته ازاي والثوم المشوي اوريكم شكله هنا. دول شايفين الثوم المشوي ده والبصل المشوي ده اهو. انا عملته ازاي؟ انا جبت البصل وهو متقشر عادي جدا زي ما هو كده، والثوم صحيح كده، حطيته في فويلايه وحطيت معاهم البتنجانيه زي ما هي بعد ما اتغسلت ونشفتها، خرمتها بالشوكه حطيتها في الفويل، احنا عملنا ده كذا مره قبل كده، حطيته في الفويل وحطيت معاهم البصل والثوم ورشه زيت زيتون ورشه ملح، وقفلت الفويل ودخلتهم في صينيه في الفرن يتشوا. يطلع البتنجان، اول ما بيطلع لازم اخده احطه جوه كيس ثلاجه او حاجه بلاستيك اكمر فيها يطلع منها البخار عشان يساعدني ان اشيل منه القشره الخارجيه من غير ما اجرح اللحمه بتاعه. الصوص اللي اتفضل منه ده مش هرميه، هيدخل جوه السلطه بتاعته. فانا هاخد الاول كده البصل ده، بصوا البصل المشوي ده، هاخد كده بصوا سيبه دي، وناخد القلب ده الحلو ده هحطه هنا، شيل بس الجزء الاخير ده في الكبه اهو، بصوا كده حته صغنونه دي هشيلها، وهنا كمان طعمه تحفه. شيل بس دي كده الكلاف الخارجي اهو، بصوا الجمال، بصلايه وده البصل المشوي اهو، وهشيل برضو الجزء ده وهاخده بقى كل ما هو كده مع فصوص الايه الثوم الحلوه المشويه دي في الكبه كده وفصوص الثوم اهو، وهناخد كمان البتنجان هعمل كده بس كده، وبعدين واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، دول خلاص اهم اهو، هسهل بس على الكبه الشويه الحلوين دول. طيب هاخد كده واروح هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل الشويه الحلوين دول كده، خليني ايه اخد واحده دي كمان خدهم دي كمان معانا حلوة. وي عندي الطحينة، بسم الله الرحمن الرحيم، حوالي كوباية طحينة على كام بتاعة بتنجان الصغيرة الوسط اللي احنا حطيناهم دول اهو. عندي بعض الطحينة هحط عصير ليمون، الحمد لله على السلامة. أعمل إيه يا حبيبي؟ الله يديكم الصحة والله. وشوية خل وكمون وملح طبعا وفلفل، ممكن تاتش خفيف فلفل أحمر أو شطة لو حابين، هو اختياري وليس إجباري. أدي الملح وادي الفلفل. مش هتعرف تاكلها عشان الشطه؟ سامع نص كلامكم بس.
يلا، ما عملتش حاجة والله، أنا بشوف بس القوام فلقيته حلو. بسم الله، تسلموا حبايبي، كتر خيركم وكتر خير ذوقكم والله. كده ناخد دول نحطهم هناك هنا، ونبدأ بقى ناخد طبق كده جميل مبين فيه البابا غنوج بتاعنا القمر ده، ونحط عليه زيت الزيتون، شوية بقى بقدونس، عايزين مش عايزين براحتكم، نعمل كده بالنسبة لكم كده حبايبي. أنا تمام، ولو في أي حاجة مضايقاكم قولولي. حاضر كده حبايبي، عايز كده تمام. هبدأ بقى، بسم الله، شايفين البابا غنوج انا عايزه بس افردها كده روعه. عايزين تعملوه بقى بولاد صغننه ولا حاجه براحتكم كده. الله على الريحه، والله على ان شاء الله الطعم يعجب حضراتكم جدا. وجربوا بس لما بيكون مشوي. اخد بقى رشه زيت زيتون خفيفه، بسم الله، الله الله، رشة خضرة خفيفة، حلو الكلام، وصحة وهنا على قلب حضراتكم.